مين اللي هناك؟ رجعت كل حاجه مكانها ما عدا زبوني اتخانق على اللي حصل للكاسيت بتاعه وحاولت اراضيه مفيش فايده. قلت له التعويض اللي انت عايزه انا مستعد. ادي كل الفلوس اللي معايا كل الفعال. خلي فلوسك معاك وانا هتصرف. ما هي برضه غلطتك اتعودت سنين طويله اسيب الجراش على ابوك الله يرحمه ونسيت انك لسه عظمك طالع على الشغلانه. نسيت؟ لا ما نسيتش يا ريس عمر، انا جدها برضه وخليك على ما اتعودت عليه. عاوز شريط بروس ليه ده؟ بتتكلم جد؟ هأجيله زي زبون يعني. هتتفرج عليه ازاي؟ مع جماعة أصحابي. كام؟ على العموم أنا هقفل المحل دلوقتي، خليه معاك لغاية الصبح. بس خلي بالك من نوع صبحه. شكرا ده ليه؟ نادية. نادية. يا مرحبا. ايوه يا شوف الشروط دي. انا معاك وماله، بس نسيت زينب علي الاول. الحاجات القطاعي دي في النقاشه ما بقتش تجازيني يعني. ربنا يخليك، عايزين نعمل الشغل الكبير بقى بتاع زمان. طيب يا اخي هاجي لك الصبح. حاضر، مع السلامه. الاخ جاي بالشريط ده وعايز يشغله. ايه شغل العيال ده يا محمود؟ انا ماليش ذنب يا استاذ حسن، ده هو اللي جاي يستاذينا. اطلع الله يا ابني. شرايطي بتبقى مسروقة على فكرة. مسروقة ايه؟ انا جاي استاذن بالادب. تتكل على الله. فيها يا استاذ حسن؟ ونتفرج عليه، الفيلم ده حلو، يمكن يكون احسن من ده. الباب وعرض كتاب. مش ماشي، انا قاعد هنا بمزاج وبفلوس، الحته مش فتوانة. فتوانة؟ يا ابني. شوف الحته اللي قعدت فيها يا عم. يا جماعة معلش معلش، حسن عنده حق، كلام لازم يمشي، بس الشريط ده انا مأجره من السرب يعني. بلاش. مع انه كان حلو يعني. أبو علي بطل رياضي كبير.